تحيه دوحة تتح. أنا عارف إنك صاحية لأنك عارف إن أنا بحب أسمع صوت شخيرك وإنت نايمة. أنا عارف إنك زعلانة مني ومش عايزة تسامحيني، بس عايزة أقولك إن أنا فكرت كتير وعملت صلاة استخارة وتوبت. مش كده وبس، تاني من غير ما أقولك رميت البضاعة اللي عندي كلها في الكنال، وأقسمت على نفسي من هنا لحد ما أموت ما أكلك لا أنت ولا ولادي من الحرام. هتصدق كتير، يمكن ربنا يغفر لي، وعايزك أنت كمان تغفري لي وتسامحيني. توتو، أنا عايز أقولك إنني صورت كليبت على الموبايل بتاعي للبضاعة واللي برميها في المية، يمكن تصدقيني، ومش هزعل منك لو ما صدقتنيش. بس أنا عايز أقولك يعني ما تنسيش ان احنا في النهاية قرايب، امك بنت خالت امي، يعني دمنا واحد. انت اتولدت وتربيت في رشيد، وانا اتولدت وتربيت في المنزلة، والنصيب اننا نتجمع ونعيش في بورسعيد، نعيش احلى ايام عمرنا. عايزك تصدقيني وتسامحيني لان انا اتغيرت فعلا. اقسم لك بالله، وده وعد مني، ان من النهاردة هعملك بأحسن أسلوب. تصبح على خير يا حبيبتي. الموبايل هو على الكوميدينو، لو حبيت تشوفيه. سلام أختي. جايبهولي في انصاص الليالي على انه دليل نجاح المهمه، ده دليل اسود ومنيل عليك وعلى اصحابك. ما هو انت اللي الموبايل بتاعك تعبان مولع يا عم الحاج. مولت ايه؟ بعافيه يعني. يا ضلالي، ده احنا لو عرضناه ده على شاشه سيما مش هنشوف اي حاجه خالص. معلش، هم اصل الاخوه ما عرفوش يشغلوا نظام النايت مود، بس انت لو دققت في الصوت شويه هتسمع صوت تش تش، ده صوت كراتين المخدرات وهما بيرموها في الميه. انت هتاكل دماغنا يالا، فز قوم روح لمراتك وعيالك. ايوه بس يا سيدي متشكرين. بس بذمتك ايه رايك في العمليه؟ قلت لك 60 مره زي الفل. ده اذا ما كانش شافع كلب عقل اصحابك حلاوه وخلاهم يرموا في الميه علب ملبس طوفي. انت هتشككنا ليه بقى؟ وانت كنت عايزنا اقول للاخوه يدوقوا المخدرات قبل ما يرموها؟ يا سيدي اني بهزر معاك. يلا قوم ورينا عرض كتافك. لا انا فاهمك كويس، انا عارفكوا يا بتوع اليسار ما بتطقوناش عشان احنا منظمين وانتوا فشله. يا ابني ما تخلينيش اغلط فيك على المسا شويه، وهتقول لي ان العالم بقى فسطاطين زي بن لادن، وانت فاهم يعني ايه يسار اصلا عشان تتكلم عنه؟ شفت اهو طلع اللي جواك، انت فعلا زعلان. طبعا زعلان، لان كان مفروض اسلم شافع للشرطه بايدي، بس ملعون ابو قلب الاب. انت لو كنت سلمته للبوليس كان طلع بعدها بساعتين، يا اما كان هيدفع رشاوي يا اما كان هيأجر محامي يخرجه منها زي الشعره من العجين. لكن الاخوه بقى بسم الله ما شاء الله خلصوا لك الموضوع كده، بصراحه حاجه تفرح. هو ايه بقى اللي يفرح في الموضوع؟ لما تعملوا نفسكم دوله داخل الدوله يبقى دي حاجه تفرح. انت لو بتفهم، لو بتفهم تبكي على حالنا. انت اللي بتقول الكلام ده يا عمي، انت الراجل المناضل بتاع النقابات اللي كان دايما يقول للناس انتوا لازم تتحدوا وتبقوا ايد واحده وما تستنوش الحكومه تعمل لكم حاجه لانهم هينحازوا لبتوع البيزنس. تزعل ليه بقى من جماعه تعرف ربنا زينا انها تتحد وتبقى ايد واحده؟ يا ابني افهم، في فرق بين النقابات والميليشيات. ميليشيات؟ ايه ميليشيات دي؟ ميليشيات يا جاهل. شوف يا ابني، النقابات بتطالب بحقوق الناس مش بتجيبها بايديها. احنا لو سيبنا كل واحد يجيب حقه بايده باسم الدين او باسم الشرف او باي اسم، خلاص مش هيبقى فيه دوله. النقابه جزء من الدوله. انت واصحابك بقى عايزين تعملوا دوله داخل الدوله. هقول لك ايه بس، انت مش هتفهم. لا انا فاهم كويس، انت فاكرنا ناس عينيها على السلطه وخلاص، لكن احنا مش كده.
احنا ناس عايزين نطبق شرع ربنا. الله يسامحك يا بعيد، يعني احنا اللي مش عايزين شرع ربنا؟ ولا انت لما جيت تطلب ايه بنت مني جيتني فين؟ في الجامع مش كده؟ وانت ما كنتش بتصلي من اساسه، كنت على طول لابت في قهوه السلطح عمال تشرب معسل متغمس بحشيش. فاكر ولا فكرك؟ ده معناه ايه؟ معناه انك اتجوزتها وانت كافر مش كده؟ لكن تبت والحمد لله وعرفت شرع ربنا. وانا اكره لك؟ والله ده انا فرحت لك، خصوصا لما فتحوا لك المحل وظبطوك اخر تظبيط. قصدك ايه يا عمي؟ نبرة كلامك كده فيها تلميح مش عاجبني. سيبك من الكلام ده دلوقتي. بما انك اتجوزت بنتي وانت غير ملتزم، فده معناه ان عقد الجواز باطل من اساسه، ويبقى انت عايش معاها في الحرام ولازم تسيبها. ينصر دينك يا عمي، ده انت تبقى خدمتني خدمة العمر والله. مستعد تقول الكلام ده في الاسم؟ بس يا حلو، عيالك هيتاخدوا منك لانهم هيعتبروا اطفال غير شرعيين. ايه؟ استغفر الله العظيم. الو، ايوه يا هدى، شفتي جوزك بيقول ايه يا حبيبتي؟ قال عايز يسيبك ويتجوز عليكي، وبيقول كمان على عيالك استغفر الله العظيم ولاد حرام. يا نهار اسود ومنيل، ايه اللي انت بتقوليه ده يا حماتي؟ عاجبك كده؟ يلا يلا يا جبان، تستجري تقول اللي قلته دلوقتي قدامها؟ وانا قلت حاجه؟ ده جوزك هو اللي بيقول. بقول لكم ايه، انا مش هخلص معاكم انتوا الاثنين، انا هكلم محمود واطمنه ان الموضوع خلص وكل حاجه بقت تمام. ما تدوش الواد، هو بينام بدري، بقى كلمه بكره. خلاص هتصل بيه بكره الصبح، ولو ما ردش هبعت له رساله عشان يكلمني واطمنه. اقعدوا بالعافيه، ولا بلاش، اقعدوا زي ما ربنا عايزكم تقعدوا. سلام عليكم. يلا يا جبان. وعليكم السلام. شفت اترعب ازاي؟ انما بت بنتك دي كده كان نفسي اطلع زيها. انت زيها برضو يا فاطمه، بس ليكي طريقه تانية في الاحتلال. هي شبه الاحتلال الفرنساوي، غتيت ورخم، وانت شبه الاحتلال الانجليزي، ناعم وحنين ودمه خفيف. بس هو في الاخر كله احتلال. جاتك ايه؟ طب هات بقى، هات الموبايل اللي معاك ده. انت عايز اشوف الفيديو؟ مش باين منه اي حاجه. لا يا اخوي، انا ما بحبش اشوف الحاجات دي، ده انا حتى دمي بيتعكر كل ما بفتكر السيره دي. انا عايزه اعينه في مكان ما حدش يقدر يعتر عليه ابدا، ان شاء الله حتى الجن الاحمر. انا مش عايزاك تفضل شايله معاك وانت عمال تهتف كده في مظاهره، يقبض عليك البوليس يقلب في الموبايل، تبقى انت كده اللي سيحت لبنتك وكاننا ما عملناش حاجه. يا وليه بقول لك مش باين منه اي حاجه اساسا؟ بردك الاحتياط واجب. اقول لك، انا هطلع لك الموبايل اللي كان جابه لي محمود لسه في كرتونته، بدل ما هو مركون كده. لا يا اختي، انا مش عاوز اقعد انقل نمر وحاجاتي، انا همسح الفيديو ده وارتاح. لا اوعى تعمل كده، محدش ضامن حاجه، مش يمكن نحتاج له، مش يمكن الكلب اللي اسمه شافع ده يقلب اصله مع البيت، اهو نبقى ماسكينه ولوين دراعه. وهنلوي دراعه بايه؟ بحته فيديو مش باين منه غير تش. الحمد لله ادي الحاجه اترمت في الميه وارتحنا. اصل الواد شافع ده مش سهل، ما ياخدش قرار الا لما يكون درس كل حاجه كويس. يا عيني عليك يا تحيه، البت صعبانه عليا قوي. ربنا ينجيك يا حبيبتي انت وولادك. بقى الواطي جوزها كان بياكلها من حرام السنين اللي فاتت دي كلها، حسبي الله ونعم الوكيل. يا سلام عليك يا فاطمه، أصيلة والله، خايفة عليها زي ما تكون بنتك بالظبط. صحيح الأم هي اللي ربت مش اللي خلفت وبس. ما هي بنتي فعلا، أصل أنا قلقانة عليها قوي. الحمد لله على اللي احنا وصلنا له. الحمد لله. قوليلي بقى، أنت مش عايزة تقوليلي أنت مخبية الورق بتاعي فين؟ الورق بتاع الخلية العمرية اللي كنت عاملها، أصل اشتقت له وعاوز أقراه. ما تخافيش، أنا دلوقتي في السليم والزملاء عاوزين يريحوا من النضال. فين الورق ده بقى؟ طب بلاش، الواد محمود قبل ما يسافر كان هيتجنن على الباسبور بتاعه، كان عاوز يشوفه. هو فين؟ باسبورت إيه؟ ولا شفته؟ ومن إمتى أصلاً محمود طلع باسبورت؟ إيه؟ عليا أنا؟ يعني مفيش ثقة فيا؟
انت مش شفتيني يا فاطمه وانا بقول له انا مش هسمح لك تتمرمط بره وتسافر؟ بلدك اولى بيك. فين بقى؟ انا عاوز اعرف انت بتخبي الحاجه فين؟ جايز يعني انت ايه؟ مالك؟ سكت ليه؟ ما تكمل. اطمن يا سيدي، لو مت هتلاقي في عبي ورقه مكتوب فيها كل حاجه وانا مخبيها فين. بعد الشر عليك يا فاطمه. طب ما انت حلوه وصحتك زي البومب اهو، ومخبيه الورقه في عبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، هتعمل ايه يا رب؟ اسمحي لي ادور عليها. يا هو انا هعمل حاجه غلط؟ اختش ورقه تايهه يا ولادي الحلال، عاوز ادور عليها. اختش يا ناصر، انت اتعبطت ولا ايه؟ يا بسم الله الرحمن الرحيم. ده اسمه كلام برضه. عارف ان الوقت مش مناسب، بس بصراحه مش قادر اسكت. قلت لك يا احمد الملازم دي هتعمل لنا مشاكل، ما صدقتنيش. عارف انك هتبيض لو ما قلتش الكلمتين دول، بس على اساس ان احنا لو كنا مؤدبين ومحترمين والعيبه ما بتطلعش من بقنا، كانوا بتوع امن الدوله جم حضنونا؟ ايوه، بس التصعيد خطر واحنا مش قده. امال عايزنا نعمل ايه؟ نفضل 100-150 واحد نتلم قدام محكمه ولا نقابه ونفضل نهتف لحد لما صوتنا يتنبح؟ لحد امتى هنفضل كده؟ لحد لما الناس تخرج تجيب حقها بنفسها، ملهاش حل تاني. وانت عارف ان ده رأيي من البداية. ولغاية لما المعجزة دي تحصل، ده إذا حصلت أساسا، هنفضل حاطين إيدينا على خدنا وناكل على قفانا زي غاندي من غير معزة؟ لا يا معلم، عليا النعمة ما هتتحل غير لما نوريهم إن في جيل مش هيسكت على ظلمهم وهيفضل وراهم لحد لما يغوروا. يا ابني افهم، واحنا بنواجه كام ظابط من بتوع الفراعنة في اسكندرية؟ ولا زمايلنا في مصر بيواجهوا ضباط أمن الدولة بتوع مدينة نصر ولا لاذغلي؟ احنا بنواجه نظام بحاله، نظام بوليسي عمره 7000 سنة. ما هو ده الكلام بقى اللي انا ما بحبوش. قطعت تقول لي الكلمتين بتوع جمال حمدان اللي انت حافظهم على عيني وعلى راسي من فوق، بس انا عن نفسي هعمل اللي عليا وهشتغل، وزي ما تيجي تيجي، مش هقعد اتفرج على بلدي وهي بتتمرمط واقول كلام النخبه التافه ده. ماشي يا عم، طب قابل بقى التسييح والتهليل اللي هيعملوه بالشنطه دي، وبكره يطلعوا علينا كلابهم في الفضائيات والجرايد ويقول لك بصوا ادي العيال اللي بتقبض عشان تولع في البلد. يا عم ده كلام من على النت، وانت فاكر ان الناس هبله هتصدق الكذب ده؟ يا سلام، وانت دلوقتي بيهمك الناس؟ مش كنت يائس منهم من شويه؟ بقول لك يا احمد انت راجل هربان، واصلا ما حدش يتناقش مع واحد هربان زيك. تصبح على خير، نام وسلمها لربنا، والصبح نكمل خناق. استغفر الله العظيم يا رب. واحنا بقالنا قد ايه يا جدعان ما حد يقول حاجه؟ والله ما انا عارف، انت شايف خدوا مننا كل حاجه، الساعات والموبايلات، ده حتى رباط الجزمه خدوه. ربنا ينتقم منهم الظلمه اعوان الطواغيت. وطي صوتك، اكيد حاطين كاميرات وميكروفونات في الزنزانه هنا عشان يراقبونا. انت بتتكلم بجد؟ بس انا مش شايف اي كاميرات. سيادتك بقى خبير امن ان شاء الله. بالله عليك بطل هاتش وفاتش، الله يكرمك، ده ملعون ابوهم كلهم واحد واحد. بقول لك ايه، اقعد خرف لوحدك، ابعد عني يا اسماعيل، الراجل ده بيخرف وهيروح في 60 داهية. لا يا عم الله يهديك، الله يهديك، بلاش تخرف بلاش. لا اقول لك خرف انت واحنا مش هنسكت لك، عشان يعرفوا ان احنا اولاد حلال ومالناش في الكلام ده. انا مش عارف بس ليه ما حققوش معانا لحد دلوقتي، ده ما خدوش اقوالنا زي المره اللي فاتت. ما هو ما تنساش ان كنيسه القديسين كانت بعيده عننا، انما المره دي قريبه مننا قوي، عشان كده حاطيننا في اوضه لوحدنا وصغيره، وما معيناش حد زي النوبة اللي فاتت. انتوا جايين نفسكم ليه؟ العمر واحد والرب واحد، لو ليكم نصيب في حاجة هتاخدوها، هدوا نفسيكم وسيبونا ناموا شوية. يا عيني يا سيدي يا عبد الرحيم، طبعا ما هي ناقصاك، جالك نوم في الزنزانة يا عبده؟ ما تقعد تشجينا زي طول الليل. الحق يا عم ده سرق ضحكتك. لا بجد أنا خايف قوي، المرة دي المعاملة مش طبيعية. المرة اللي فاتت لما اتقبض علينا أنا وعاصم وثلاثة تانيين، قبل ما أنت وعبد الرحيم تشرفونا، أول ما كشفوا على أسامينا ولقيوا إن إحنا مالناش دعوة بالجماعات مشونا على طول. مفيش إلا الأخ ده اللي قعد أسبوع لحد ما الحاج ضمنه وجاب له واسطة وطلعه. عشان كده قاعد مش على بعضك من الصبح. أوعى يكونوا عملوا معاك حاجة بطالة لا سمح الله. ليك نفسي تهزر؟ بتهزر؟ يوم ما يعملوا معايا أنا يعملوا معايا حاجة بطالة، هما يستجروا. ده انا كنت اطلع من هنا وارفع عليهم قضيه واخرب بيوتهم. الله يلعنهم.
الله يلعنهم، هما كده ما بيتشطروش غير على العباد الملتزمين اولياء الله، وسايبين الحراميه والفاسدين يرتاحوا في امان وسلام. يا عم ما كلنا عباد الله وقاعدين معاك في زنزانه واحده اهو، ما تهدى بقى يا شيخ عاصم. انت بتضحك؟ انت عارف ان انت بالذات يا عبد الرحيم اللي وقعتك سودة على موضوع ان معاكش بطاقه ده؟ شفت هو فارد طوله بيقول للظابط تقتي راحت يا بيه، دول هينفخوك. بس يوديني ما انا سايبك غير لما اعرف حكايتك. نفسي اعرف انت بتقعد تعيط طول الليل ليه؟ كان نفسي اسالك لما ناخد على بعض، بس خلاص بقينا رد سجون والحمد لله. احكي لك كيف بس يا بوي، انت مش بتقول انهم حاطين لنا ماركه فونات؟ لا حويت يا عبد الرحيم حويت، برضه مش هسيبك غير لما اعرف حكايتك. يا رب يا رب يكون في فعلا ميكروفونات عشان اقول لهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نهايتكم سودا باذن الله يا كفره. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت بسرعه. يا رب كلك لقمه قبل ما العيال تصحى تنسي في الاكل ما تلاقيش لقمه تاكلها. انت بتعمل ايه؟ ببعت رساله لمحمود. يا سلام على الصبح كده؟ ايوه اصل كان المفروض ابعتها له من امبارح بس نسيت، علشان اطمنه ان الدواء بتاع الحاجه وصل بالسلامه، عشان محمود ما يبقاش قلقان وهو بيشتغل يعني. ولو اني مش مصدقاك انما هروح انشر الغسيل وارجع لك تاني اقرا الرساله بنفسي. لا انا مسحتها خلاص بعد ما بعتها، اصل الذاكره بتاع التليفون بتاعي ممتلئه. ايه ممتلئه؟ بقول لك ايه، انا ما ياكلش معايا الكلام ده، اطلب لي محمود دلوقتي حالا افهم ايه الحكايه بالظبط. اصطبحنا وصبح الملك لله. في ايه يا هدى؟ مالك يا حبيبتي في ايه؟ مش مصدقاني ليه؟ مش انت اتاكدت بنفسك امبارح؟ ولا انا يعني لازم كل جمله اقولها لك احلف لك وراها بالمصحف عشان تصدق؟ فين الثقه اللي بينا يا هدى؟ ثقه موجوده يا اخويا. تحب اغرف لك؟ إيه؟ اجيب لك شويه ثقه في طبق؟ ياه للدرجه دي يا هدى؟ يا حبيبي خاف على صحتك يا اخويا، حاجبك توجعك من كتر الدهشه. الثقه فين الثقه؟ هو انا بعد ما شفتك بعينيا دول وانت واقف بتتنحنح جنب شباك الوليه هصدقك ابدا؟ اطلب لي محمود اخويا حبيبي، هو اللي مش هيخبي عني حاجه ابدا. طبعا ما انا وقعت في عيله من اولياء الله الصالحين وانا الشيطان الوحيد اللي في وسطيكم. الله اكبر، انت اللي قلت. الحمد لله يا اخويا، متشكرين قوي من كرم اخلاقك. اهو تليفونه مقفول، خدي اطلبيه عشان تتاكدي بنفسك. ولا بلاش، اشطفي ايدك الاول وبعدين اطلبيه، دي بقت عيشه طهه. طب ما تتحرقش علينا قوي كده. بقول لك ايه يا ريس والنبي؟ هي الورشة دي بتفتح الساعة كام؟ أصل كنت جايب عربيتي عشان أصلحها، بس الظاهر إن جيت بدري شوية. لا بدري يا أستاذة، الحاج جابر ربنا يفك سجنه بيفتحها من الساعة 6:30 الصبح، الله يجازي ولاد الحرام بقى. ليه هو الحاج جابر جراله إيه؟ ده أنا لسه كنت عنده إمبارح الصبح وكان زي الفل. هو عمل حاجة؟ بيقولوا إمبارح بالليل جت عربيات كتير أخدته من قلب بيته، ومش بس كده، دول أخدوا كمان الصناعية اللي شغالين معاه في الورشة، كان مسكنهم في شقة فوق السطح اللي جنب بيته. ليه هو ايه اللي حصل؟ معلش يعني لما اخذ في السؤال، بس انا كنت مدياله فلوس عشان يشتري لي قطع غيار للعربيه، وعايز اعرف الموضوع هيطول ولا لا. لا ربنا يعوض عليكي بقى، شكله الموضوع كبير. طيب يا ريس متشكره. سلام. ايوه متاكده انك ما شفتيش محمود واقف مع باقي العمال قدام الورشه؟ لا 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 ما تحاوليش تعرفي اسامي الناس اللي اتاخدت، انا عارف اسامي الناس اللي ساكنه معاه. مفيش داعي للمخاطره يا راجل. يا شادي كلم محمود من عندك ولا اقول لك بلاش لحسن يكونوا عاملين تتبع للنمر. خلاص يبقى انا هكلم البيت في رشيد يمكن يكون عندهم اخبار، ما هو لو اتمسك لازم هيعدوا على ابويا عشان يعملوا معاه الواجب. يلا سلام، خدي بالك من نفسك وانت جايه وغيري كذا مواصله. باي. شادي بقول لك ايه، خش على النت شوف لو في اخبار عن اي حملات قبض لاي حد نعرفه، وبرضه خش على مواقع السلفين يمكن نلاقي اي حاجه. يا رب استر.
الو الو، صباح الخير يا ماما. احمد ازيك يا حبيبي، صباح الفل والياسمين يا نن عين امك. ايه يا واد، مش عوايدك يعني؟ خبالة تكون بوسط وبقيت بتصحى بدري وتروح محاضراتك. اه والله يا ماما، المذاكرة شد عليا قوي وانتي وحشتيني يعني، فقلت اكلمك تدعيلي. ده عيالك يا حبيبي، ده عيالك من كل قلبي. ده انا عملت لك حجاب عشان الامتحانات ودفعت فيه ميايه، ده غير الحجاب بتاع اخوك. الا فين الواد الندل ده؟ ما كلمنيش امبارح طول النهار، والنهارده قافل الموبايل. تلاقي تلفونه اتسرق منه، ما انا عارفه حظه قليل يا عين امه. ما تنطق يا ولد، اخوك فين؟ ها؟ أه ما اعرفش، اصل انا لما روحت امبارح بالليل هو كان نايم، ولما صحيت النهارده كان نزل الشغل خلاص، بس هو اكيد كويس ما تقلقيش. وحقلق ليه؟ أنا بس كنت عايزة أطمن عليكم وأسمع صوتكم يا ولاد الفرطوسة يلي قلوبكوا حجر. صحيح قلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي علي حجر. هو بابا فين؟ ولا فيك إيه؟ مال صوتك؟ لا مفيش خالص. مفيش؟ أنا عارفاك، تلاقيك عملت مصيبة سودة وعايز تستنجد بابوك. لا يا ماما انا بسال عادي يعني، ما انت عارفاني انا بنسى ميعاد الورديات بتاعته. ابقي سلمي لي عليه لما يرجع. الله يسلمك يا اخويا. عارف لو طلعت عملت مصيبه انا هعرف، وساعتها بقى مش هرحمك. ما تقلقيش يا امي، يلا ادعي لي. سلام. مع الف سلامه يا حبيبي. الواد شكله مش طبيعي، يكون فيه ايه بس؟ خبلة يكون عايز فلوس وهيطلبها من أبوه، وأبوه هيتنكد وبعدين ينكد عليا، وأنا ما صدقت مزاجه يتعدل. ربنا يستر. ما اطمن بقى على كتة قلبي، فتح تلفونه ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة قاموا بالواجب وزيادة، اطمن. أظن يا فندم كده الرسالة واضحة. حضرتك شوف التوقيت اللي اتبعت فيه الرسالة وأنت متأكد. لو الرسالة دي لها علاقة باللي حصل هنا امبارح، كانت المفروض تبقى مبعوتة من محمود لصاحب الرسالة دي. وطلع مين الواد ده؟ جوز أخته يا فندم. وعلى فكرة ده سلفي، وبعتنا قوة من رشيد تقبض عليه قبل ما يهرب. برضه كان لازم الرسالة تبقى من محمود لنسيبه بتاع رشيد يبشره باللي حصل، مش العكس يا هيثم بيه. ده إذا افترضنا إن العملية دي هي آخر عملية هتقوم بها الخلية، وإن الرسالة دي متخصش عملية جديدة بيحضروا لها. مش عارف يا هيثم، أنا خايف استنتاجنا إن دي خلية متكاملة يكون في تسرع. العيال محطوطين مع بعض بقالهم ساعات كتير، ما بانش على أي حد إنه يعرف حاجة من اللي حصل امبارح. مش معقول يستحملوا الوقت ده كله. إلا إذا كانوا مدربين تدريب عالي جدا يا فندم. الموضوع واضح وضوح الشمس. شنطة فيها كتب بتتكلم عن المقاومة المسلحة وصناعة المتفجرات. قصدك المولوتوف يا هيثم بيه؟ تفرق في ايه يا فندم؟ اللي يفكر في العنف ويخطط له مش هتفرق معاه قنابل متفجره من ملطوف. وسيادتك ما تنساش برضو ان غير العقل المدبر اللي هو احمد صاحب الشنطه، كل عناصر الخليه اصحاب مهارات خاصه، واولهم اخوك كبير، واحد مهندس ميكانيكا، واحد خراط، واحد لحام، واحد كهربائي سيارات مجهول الهويه. يعني بافكار ابسط من كده يقدروا يعملوا قنبله زي اللي انفجرت امبارح بالظبط. هو التقرير المبدئي للمعمل الجنائي بيقول انها قنبله بسيطه التركيب، مش معقده يعني، هو بس شويه البلي والمسامير هما اللي زودوا عدد الضحايا. شفت يا فندم، احنا مستنيين ايه بقى؟ انت ليه محسسني ان انا مش عايز القضيه دي تتحل؟ ما حابب على قلبي انها تتحل يا هيثم بيه. عليا ضغوط كتير من الوزاره. ما تنساش يا باشا ان مستقبل حضرتك ومستقبلي والناس اللي شغاله هنا كلها على المحك. عشان كده مش عايز استعجل واقدم قضيه فيها ثغره واحده. يا فندم تاكد 100% ان ما فيهاش ولا ثغره. حضرتك بس اديت توجيهات وهتلاقي قدام حضرتك اعترافات تفصيليه. يا حبيبي
على الاعترافات التفصيلية، ويروحوا رايحين نيابة أمن الدولة العليا يقولوا خدنا الاعترافات تحت التعزيم، ويروحوا المحكمة يتصوروا ويعملونا فرجة للعالم. ما احنا يا فندم اللي ادينا فرصة لكلاب زي دول وديناهم أكتر من حجمهم. ما هي أمريكا هي يا فندم اللي عاملة أم الحريات، بتجمعهم في جوانتانامو ولا حد بيسأل فيهم. بلاش، احنا يا فندم احنا مش حمينا البلد دي في الثمانينات والتسعينات ونضفناها من الاشكال دي كلها؟ ايه اللي جد يا فندم؟ ايه اللي خلانا ندلعهم بقى كده؟ بقول لك ايه يا هيثم، احنا هنقعد نتكلم في سياسه البلد، ما انت عارف اللي فيها، عشان موضوع التوريث ده يعدي لازم ناس كتير تاخد حقها على الاخر، الامريكان والاتحاد الاوروبي والمنظمات الدوليه. ما تنساش يا بيه انهم مفتحين عينيهم قد كده عشان الاقباط اللي ماتوا، عشان كده انا مش عايز قضيه تروح المحكمه تقعد 100 سنه زي قضيه نجا حمادي. انا عايز قضيه ما تخرش الميه يا هيثم بيه. تاكد يا فندم ان القضيه مش هتخر الميه. ما تنساش ان محمود ده كان متهم في محاوله اغتيال الرئيس، واياميها عديناها عشان الظروف السياسيه. دلوقتي ممكن نبني عليها كتير مع مضى ابوه ونشاط اخوه المناوئ. ده هربان يا فندم من قضيه التجمهر وتعطيل المواصلات، وكمان كل الكتب اللي شفناها مكتوب عليها خط ايده، وكمان الرساله بتاعت جوز اخته دي قرينة مهمة جدا، والعيال اللي شغالين معاه، واحد معتنق الفكر الديني المتطرف اللي اسمه عاصم، واحد تاني سعيدي هربان محدش عارف هربان من انهي مصيبة، وصاحب الورشة نفسه عينهم بناء على توصيات من ناس على صلات بجماعات دينية. ايوه بس دول سلفيين، جماعات مش مسجلة ارهاب ولا عندهم نشاط عنيف. ايه يا فندم اللي يمنع ان حد يكون منتسب للجماعات دي ويفكر في العنف ويخطط له؟ ماشي، خليني بقى هنا يا سيدي العب دور محامي الشيطان. الراجل صاحب الورشة قال إن محمود شغال بقاله يومين تلاتة بس، وهو اللي عرفه على الولاد دول. ما يقول اللي يقوله يا فندم، هو نفسه ممكن يكون مضحوك عليه والقصة محبوكة عليه عشان أقواله تطلعه من القضية. يا فندم ده تخطيط أبلسة، الموضوع ده متخطط له صح ومن بره مصر كمان. يا فندم شوف قرب شقة السطوح من الكنيسة وطبيعة اللي ساكنين فيها وبيشتغلوا إيه، نربط ده باللي شفناه في الشنطة وبرسالة الموبايل. لا يا فندم القضية مليانة. مليانة؟ مليانة ازاي يا هيثم بيه؟ والواد الهربان ده انت هتجيبه ازاي؟ هيقع يا فندم، اسكندرية كلها شغالة عليه، وبعتنا نشر اوصافه لكل محافظات مصر وكل الكمان اللي على الطرق بتدور عليه، يعني هيقع يا فندم، وأول ما هيقع تبقى قضية كاملة. اه لو كملت يا هيثم هتبقى أخطر قضية في مصر، دي أخطر من قضية القديسين نفسها. أنت عارف أنت بتتكلم عن إيه هنا؟ عن جماعات إسلامية مسلحة، وعن شويه العيال بتوع كفايه و6 ابريل اللي عايزين يولعوا البلد ويهزروا استقرار. شفت يا فندم؟ يبقى نتوكل على الله. ماشي يا هيثم، بس انا مش عايز اي اخطاء ولا ثغرات، عايز دلائل وبراهين وحاجات كامله، مش عايز واحد محامي يجي في المحكمه يبوظها لنا. مش عايز اقول لحضرتك يعني ان انا مش داخل دماغي حكايه المحاميين اللي طلع لنا في المقدر السنتين اللي فاتوا دول، لكن اوعد حضرتك اديني بس الصلاحات الكامله وانا هرفع راسك. يا فندم احنا محتاجين نصر سريع وحاسم. ما تخلصينا يا اولاد وتقولي جوزك فين؟ ما اعرفش يا باشا، انا هكون راح فين؟ اكيد راح المحل وانا اخبيه. انت هتستعبطي؟ انت مش عارفه ان المحل مقفول النهارده؟ يا باشا يعني كل ست بتبقى عارفه جوزها راح فين النهارده؟ يعني لو مؤاخذه عن الست بتاعتك، عارفه انك انت هتدخل كده على ست وعلى عيال غلابه تخضهم؟ دول غلابه؟ دول غلابه؟ ايه تعالي سلك التليفون، ناوريني الموبايل بتاعك. معيش يا باشا، هجيب منين لما مؤاخذه يعني كلك نظر بقى كل العيال دي وهعرف اجيب موبايل؟ ده انا جوزي جابه بالعافيه. ايه يا هدى خير؟ مش عوايدك الاتصال يعني؟ طول عمرك رنان. يا بنت علي صوتك، عاوز اسمعك، في ايه؟ معلش يا بابا مش عارف علي صوتي اكتر من كده، خايفه اللي بره يسمعوني. أمن الدولة هجموا على البيت وبيسألوا على حسين وحسين يموتوا عليه. ليه؟ هو عمل ايه؟ مش عارفة يا بابا، هو امبارح ما قالكش أي حاجة؟ لا ما قالش، هنقول ايه يعني؟ أو كلام زي أي كلام. هو فين دلوقتي؟ هو راح اسكندرية عشان يجيب بضاعة للمحل، بس أنا قلت له ماني معرفش عنه حاجة، أنا عمال أتصل بيه عشان أقول له يتنى شوية لحد ما نشوف عايز يقول ايه، ما بيردش عليا، أصله اتخانق معايا الصبح. والنبي يا بابا خليك وراه وكلمه قول لي يستخبى في اي حته، يروح يستخبى عند محمود او احمد، ولا بلاش احمد ما بيجيش من ورا الا المصايب، خليه يستخبى عند محمود. والنبي يا بابا تكلمه. طيب طيب انا هقفل معاك واكلمه،
ولو اني مش موافق على حكايه المستخبى دي، ما لازم يطلع ويظهر عشان نعرف هم عايزينه ليه. مش عارفه يا بابا، شكل الموضوع كبير قوي، ربنا يستر. والنبي يا بابا اتكلم واطمني. طب استني اسمعي يا بنت، انت كلمت امك تطمني عليها؟ يا نهار اسود، لا يكون راحوا لها دلوقتي. يا فندم قلت لسعادتك العيله دي ليها ظروف خاصه. ونعمل لها ايه يعني؟ انا عندي اوامر بلم كل الاوراق اللي موجوده في البيت. يلا خلصونا بسرعه وشوفوا لنا الاسعاف الزفت ده راح في انهي داهيه. انت هتحملوا مسؤوليه على الفاضي ولا ايه؟ الله يخرب بيت كده على الصبح. ايه؟ امن الدوله؟ ايوه، بس ايه علاقه امن الدوله بالمخدرات يا عم؟ انا لحد دلوقتي مش فاهم الموضوع ايه بالظبط. حاولت اطلب احمد ومحمود، موبايلاتهم مقفوله. طلبت البيت عند خالتك، السماعه اترفعت، عمال اقول الو مفيش حد سامعني هناك. انا دلوقتي مضطر اتحرك لرشيد عشان اوصل هناك وافهم الموضوع اكتر. طيب وايه اخبار هدى والعيال، كويسين؟ يا سيدي كويسين، بس زي ما اتفقنا ما تكلمهاش في الموبايل الا لما نفهم الموضوع بالظبط. انت تعرف عنوان ورشه محمود؟ لا ما اعرفوش، بس مش مشكله، انت بقى هاته وبعد كده ابعتهولي، انا هعمل كم مشوار عبال ما تخلص الموضوع ده. قول لي يا عمي، ما كلمت الشافع؟ وهكلمه اعمل بيه ايه؟ ما هو انت لو اتصلت بيه ولقيتهم عنده يبقى الموضوع ليه علاقه باللي بالي بالك. انت فاهمني يا عمي؟ اللي بالي بالك الحاجات اللي احنا رميناها في الميه. فاهمك يا فكيه، فاهمك، عندك حق. هقفل معاك دلوقتي واكلمه. استنى، الظاهر مش هعرف اكلمك تاني. ليه بس يا عمي، في ايه؟ جايين يقبضوا عليا. اسمع، كلم شافع، كلمه من اي تليفون في الشارع، اوعى تكلمه من الموبايل. افهم منه انت بنفسك. يلا سلام. انا مش فاهم ايه الحكايه بالظبط. مع السلامه. استنى يا عمي، اسمع بس. الو الو. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم الطف بنا يا رب فيما جرت به المقادير. اما طلع نمره شافع، ولو انه هيقرفني وهيتنك ومش هيرضى يرد على نمر ما يعرفهاش. يا ميسر الاحوال يا رب، اللهم يسر ولا تعسر. في حاجه يا باشا؟ فضل معانا وانت تعرف. فضل معاكم. بقالي 40 سنة بتمنى أسمع جملة غير دي لما تيجوا تقبضوا عليا. أفهم الأول وبعدين أتفضل معاكم يا باشا. فضل. الو، صباح النور. مين؟ ازيك يا حسين، عامل ايه؟ لا شافع نايم، اصل مش هيروح الشغل النهارده. اه طب في حاجه؟ لا ما تقلقنيش، يعني خير ان شاء الله. طب فين هدى؟ اه اصل انا اتصلت بيها ولقيت التليفون عندكم مرفوع من الخدمه، عشان كنت قلقان على امي. طلبتها ولقيت حد بيرفع السماعه وما بيردش، معرفش. وطلبت بابا لقيته هو واحمد ومحمود تليفوناتهم مقفول. لا انا قلقانه قوي. والنبي يا حسين لو اي حد فيهم اتصل بيك او عرفت اي حاجه كلمني، عشان انا قلقانه عليهم. ماشي، برضو مش عايز تقولي في ايه؟ ما تتكسفش، احنا مش غرب عن بعض يا حسين، ما تعملش فرق بيننا. خلاص خلاص، اول ما شافع يصحى هقول له انك سالت عليه. حاضر، مع السلامه. محمود عبد الناصر، قوم فز معايا. يا فرج الله، افراج يا رجاله. طب واحنا يا باشا، احنا ايه نظامنا يا باشا؟ ما تستعجلش حضرتك يا حبيبي. في ايه يا باشا؟ طب فهموني ايه اللي حصل. انا
هتاخر اصلا ولا سيبتلك بقك ورا اخر. هخلص يا باشا. يا جماعه بالراحه انا مش فاهم. اقفل الباب يا جماعه. انا مش فاهم حاجه. هو في ايه بس يا باشا؟ انا مش فاهم حاجه. طب فهموني بس ايه اللي حاصل يا باشا؟ حد يقول لي بس عشان لو في سنينه ما تكعبلش. انا ما تكعبلش يا ما تعملوا شغلنا ولا ايه؟ بس يا باشا انا مش فاهم حاجه. بس سجاير على الريق كده يا احمد؟ طب كل حاجه عشان تعرف تفكر. يا احمد قلت لك ما تقلقش، اكيد الموضوع روتيني عشان ساكن مع واحد سلفي. في ايه يا جدعان؟ انتوا فاكرين عيال صغيره هتضحكوا عليه؟ ما انتوا عارفين الشنطه واللي فيها. انا حاسس ان ضيعت الواد محمود معايا. ليه بس كده؟ قلت لك لو على موضوع الشنطه موقفه قانوني فيها. قانوني؟ ده لو ناس تعرف القانون ولا يهمها اساسا. انا خايف يلبسوه موضوع تفجير الكنيسه ده. هم دلوقتي عاملين زي الكلاب المسحوره، لازم يقدموا اي كبش فدا للرؤساء بتوعهم عشان يبين ان هم بيعملوا شغلهم صح. يا عم ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اي نعم يعني انت اكتر حد اقنعتني بنظريه المؤامره، لكن الصراحه بقى دي فلتت منك شويه. يا حبيبي دي قضيه راي عام والعالم كله مهتم بيها، مش هتتحل يعني بكام ورقه مطبوعه من على النت على كام كتاب. لازم يقدموا للناس دليل قاطع عشان يقنعوهم ويتصدقوا. صح كده، احنا مش في التمنيات دلوقتي. ايام كانوا بيلموا شويه شباب بدقون ويدوا كل واحد طلقتين في راسه ويقول لك تم التعامل مع الجناه. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا احمد. اتغيرت بقت ازاي يعني؟ يا راجل انت ما سمعتش على القضيه اللي سموها خليه الزيتون اللي كانت من كام شهر دي؟ ما شفتش ازاي اتفضحوا في الفضائيات والجرايد؟ سمعت وحصل ايه؟ ما هو الناس فضلت في السجن، عمل لهم بقى ايه كلام الجرايد والفضائيات؟ يا سيدي انا معاك بس برضه الحياه اختلفت. انا مش بقول لك الحياه بقى لونها وردي. انا بس عايز اطمنك ان هم لو حتى بيحاولوا يلبسوا محمود اي قضيه مش هيقدروا لان موقفه سليم. على العموم احنا اول ما نوصل لمعلومات نقلب عليهم النت عشان حتى لو بيفكروا يلبسوه مصيبه يلموا نفسهم. بس نفهم مين الموضوع الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. محدش هيضربك. الضرب ده للبهايم بس. لكن انت ما شاء الله انسان متعلم ومثقف ومهندس قد الدنيا. واكيد عارف مصلحتك فين. او خليني يعني اقول ان ده املي فيك. وانا تحت امرك يا فندم. انا بس عايز اعرف ايه الحكايه بالظبط. وانا بقالي قد ايه هنا اصلا سيادتك؟ انا حاسس ان انا متساب بقالي كتير وايديا خلاص مش عارف احركها. انا مش فاهم حاجه والله. كده بقى في اتنين عايزين يعرفوا ايه الحكايه بالظبط. بدايه مش كويسه. احمد فين يا باشمهندس؟ احمد اخويا؟ لا احمد امك. بعدين احنا في مسرحيه؟ اقول لك سؤال ترد عليا بسؤال؟ يعني اقول لك حسين فين تقول لي جوز اختي؟ باشا انا ما اعرفش احمد فين والله. هو فعلا جالي امبارح الشقه اللي انا ساكن فيها. كان عايز ياخد شنطة سايبها عندي بس أنا ما كنتش موجود لما جه. الكلام ده كان الساعة 9:30 بالليل تقريبا يا فندم. أنا ما كنتش موجود لما جه. كنت فين بقى؟ كنت بتمشى. أنت خلصت شغلك في الورشة الساعة 7:30 بالليل زي كل يوم. رحت فين؟ مشيت على الكورنيش سيادتك. حلو ماشي على الكورنيش حلو، خصوصا لما يكون محدود حيلك طول اليوم في الشغل. قعدت تمشي للساعة كام؟ مش فاكر بالظبط يا فندم. انت رجعت البيت الساعة 11:30 زي ما اسماعيل زميلك في الشغل وفي السكن بيقول. مش كده؟ تمام يا باشا. يعني 4 ساعات قاعد بتتمشى. ليه؟ نازل اختراق ضاحية برحمك؟ اديك عصبتيني اهو. مش عايز اغلط فيك والله. اسف. انا قاعد عليك السؤال مره تانية. كنت فين كل الوقت ده؟
والله كنت بتمشى وبعدين كلت وبعدين قعدت على القهوة شوية. يعني أصل سيادتك لو سألت إسماعيل هيقولك إن معانا زميل في الشقة بيضايقنا شوية، فالواحد بيخرج يفك عن نفسه. وأنا بحب البحر قوي يا باشا، ممكن أقعد قصاده بالساعات من غير ما أعمل أي حاجة. جميل، تحب البحر كمان رومانسي. جميل جميل. أحمد بقى كان معاك طول الوقت ده صح؟ أحمد أخويا. أنا آسف يا فندم، بس أنا والله ما شفتش أحمد. هو أنا لو شفته هنكر ليه بس؟ يا راجل بقى تعملوا الخطة الجهنمية دي اللي ما تخرش المية، مش عارفين تتفقوا على أي حجة تثبت إن كل واحد منكم كان في حتة تانية خالص ساعة التفجير. إيه ده؟ إيه ده؟ ده غلطة الشاطر ولا ثقة زيادة عن اللزوم؟ خطة إيه يا باشا وتفجير إيه؟ مش فاهم حضرتك. تفجير الكنيسة يا روح أمك، أنت بتستعبط؟ هو أنت كده خليتني أغلط تاني وأنا مش عايز أغلط أساساً؟ استغفر الله العظيم يا رب. أنا آسف يا سيدي، آسف. يا باشا كنيسة إيه؟ أنا ماليش دعوة بالتفجير، لا أنا ولا أحمد ولا بأي تفجير من أصله. يا باشا يا باشا يا باشا ما تسيبنيش لوحدي، أبوس إيديك يا باشا. يا إخوانا فهمونا، إحنا بنعمل إيه هنا؟ والله العظيم ثلاثة ما عملت حاجة يا باشا. يا إخوانا يا جماعة ما عملناش حاجة يا باشا.